ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا لحمة الراس. الله، ايه ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ طبعا انا حبيت اسلق لحمة الراس بس عشان نتكلم في التفاصيل دي كده قبل كل حاجة، ولكن حريص ان انا عايز الشوربة الدسمة دي. على فكرة لحمة الراس دسمة جدا، حاطط معاها كرفس وبصل وتوم وحبهان وورق لورا وخلطة من التوابل كده اللي هي ما تغيرش لون الشوربة. تاني لما تيجي تسلق لحمة الراس لازم تحط حبهان وقرنفل وقرفة وورق لورا وفلفل اسود مجروش مش ناعم عشان ما يسودلكيش الشوربة. كلنا بنحب لحمة الراس دي، حلويات يعني، مش هنقول كل يوم يعني، هي مرة في المناسبات في عيد الأضحى زي النهاردة مثلا. كل سنة وانتم طيبين، معانا الكبدة، فأنا عايز لحمة الراس دي الشوربة بتاعتها استفيد بقى في حاجات كتير قوي، فأنا هنا مهتم بيها جدا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع لحمة الراس. عايز أعمل شوية فتة حلوين، بس أنا حبيت أجود ومعايا حمص الشام والصلصة اللي هي التخديعة بتاعة الفتة، فعايز أعمل طبق فتة كده بجد يعني يتكلم مصري. احنا المصريين اكتر حد يستخدم حلويات الضاني، اذا كانت لحمه راس او الكرشه، الحلويات يعني، الحاجات دي بجد بتبقى لطيفه وحلوه، وما بتبقاش حلوه غير يوم عيد الاضحى بصراحه يعني، يبقى فيه ابتهالات كده وجو حلو جدا يعني. اللحمه الراس مستويه وجاهزه زي الفل. نجيب العيش بتاعنا، حلو، مهم جدا العيش يكون متحمص وزي الفل. طبعا ما فيش مانع ان يكون في طبق بتنجان مخلل زي اللي معانا ده كده النهارده. المساعدين بتوعي طبعا بوجه لهم تحيه كبيره، بقول لهم كل سنه طيبين، عاملين شغل حلو. بتنجان مخلل حلو بالدقه وبالطشه، ده مهم برضو. العيش هنا متحمص وزي الفل، يعني يفضل الحاجات دي تتعمل، مش تتعمل يوم العيد الصبح يعني، تبقى انت محضرها قبلها بيوم يعني. شويه حلويات كده مثلا، بسكويت عشان الاولاد لما يجوا يعيدوا على اولاد عمهم، الجو اللي احنا عارفينه ده. طيب انا العيش متحمص هنا عند الرز المصري مسلوق وجاهز، حلو. ايه الاخبار؟ شويه رز مفلفلين حلوين، ده اساسي طبعا للفته. ولو ما اكلتيش فته يوم العيد مش مشكله، بس انا بقول لحضراتكم يعني العيد بيبقى لازم فته، عيد الاضحى بالذات. رز المصري زي الفل، ده رز ابيض عادي خالص، والفته لو ما اتعملتش برز مصري ما تبقاش فته، خلي بالك. وعنوان الفته الرز المصري بالشكل ده كده، تمام. هعمل ايه يا عم الشيف؟ بس دي واحدة، هناخد مكعبين من الزبدة وحمر لحمة الراس هنا كده تحميرة حلوة كده علشان تاخد طعم لحمة الراس. اهي نشيلها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلو، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. لا، العظم سايب من اللحمه، مستويه زي الفل. التحميره دي مهمه. ترش عليها رشه فلفل حلوه كده. اللهم صل على النبي. الجزريه دي مش عايزها. الشوربه عندي هنا اللي هشرب بيها العيش بتاع الفته، بيطلع معايا الكرفس والكرات. بص، عايزه لحمه الراس دي تبقى حلوه، ما تبخليش عليها بكيجرنيه اللي هو الجزر والكرفس والبصل والثوم والحبهان وورق اللورا والقرفه كل ده. اللهم صل على النبي. لا، كلنا هناكل لحمه راس النهارده مع بعض. ايه الجمال ده؟ معايا هنا بقى التخديعه، الصلصه، شيل دي من هنا. اللهم صل على النبي. التخديعه دي احنا شطار في عمايلها. طماطمية تتسبك على النار، معجون طماطم، تومة حلوة، معلقة سمنة ومعلقة زيت. شايف القوام ده كده اهو. هعمل ايه؟ اخد شوية منها كده. اللهم صل على النبي. حلو. هي لحمة الراس لوحدها كده أكلة. دي نجيبها كده نحطها قدامنا ونقعد نفصفص فيها بقى. تمام. عندي العيش، ناخد الصينيه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. يلا اساتذه المصورين حبايبي، الشوربه والمرق بتاع لحمه الراس نازل على العيش بيسقيه اهو. اسقيني يا سمراني محبه.
لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. الشوربه بتاعت لحمه الراس عايز اقول لحضراتكم يعني الريحه قويه جدا، فيها حبان ورق لورا وقرنفل، ريحه الكرفس كرات. انا ما بحبش اشرب العيش كتير بتاع الفته، بحب اخليه فيه الروح كده والرمق بتاع القرمشه. اعمل ايه بقى دلوقتي يا عم الشيف؟ اخد معلقه من الصوص ده كده، الصلصه الحلوه دي كده اهو. اوبا، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. الف انا والشيف اللي ياكل. العيد لحمه ولا فرحه يا مصطفى؟ عندنا رز. رز مين يا فندم؟ طب خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل عمل فتت لحمه الراس، الكبده بالصلصه، ما تنسوش لسان بقري مع لسان عصفور في الفرن بيتعرفوا على بعض، والنار هي اللي بتقول الكلام. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طبعا انا بحط الرز هنا على الفته. الله، اللهم صل على النبي. اهم حاجه وانت بتوزع الرز بتاع الفته تسالي، البعض ما بيحبش الرز كتير، انا شخصيا بحب العيش اكتر من الرز عشان احس ان انا باكل فته. الله، معانا لحمه الراس متسبكه اتحمرت، حطيت عليها رشه فلفل اسود، انا بعشق الفلفل الاسود مع اللحم المتحمر. الله، لسه ما خلصتش. حاضر حاضر، نجيب لك لحمه راس يا غالي. حاضر، على الوش هنا كده. ممكن على فكره نقدم لحمه الراس دي كمان مع شويه صوص طماطم كده حلوين اهو. ده انا معايا حمص، خلي بالك عشان ايه، لحمه الراس مع الحمص الشام بتدعمها بالبروتين النباتي. حلو. الله، الطبق بيتكلم مصر في قلب السفره. شايفين الجو ده كده؟ ومعانا الشويه دول كده نحطهم هنا كده. الف انا وشيف. والله ربنا يبارك فيها، بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ صوص الطماطم ينزل عليها كده. اللهم صل على النبي. وهنا برضو شويه تغذيه حلوه كده. طبق فته، التكلفه بتاعته راس الخروف جبناها اتغسلت واتنضفت، في طريقه حديثه دلوقتي مع الجزارين بيسلخوها حلو، اتقطعت حلو، خدت غلوة على النار وخلصنا من الميه بتاعتها. وبعد كده يا عم الشيف اتسلقت مع بوكي جرنيه، اتعمل لها حفله يعني في قلب الحله من الاخر، جزر وكرفس وبصل وتوم وحبهان وورق لورا. ده حمص الشام، ممكن انت ما تحطش حمص بقى براحتك، بس احنا بنحط حمص عشان برضو اخواننا اللي في الدول العربيه وفي الخليج بنوجه لهم تحيه كبيره وبنقول لهم كل سنه طيبين، والشوام دايما بيحبوا الحمص مع طبق الفته. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا وشيفا اللي ياكل من الطبق ده. تمام،